فاز الرئيس أردوغان في الجولتين، أحدث استطلاع قبل أسبوعين من الانتخابات التركية. قال يوسف أكين، رئيس أبحاث المسح في شركة أريدا الشهيرة في تركيا والذي كان ضيفا على قناة أنسون هابر، إن الرئيس رجب طيب أردوغان فاز في الانتخابات بنسبة 51.4% في الجولة الأولى وفقا لنتائج البحث الأخير، واستنادا لاستطلاع أريدا لمن ستصوت لو كانت الانتخابات الرئاسية هذا الأحد. وكانت معدلات التصويت في الإجابات على النحو التالي: رجب طيب أردوغان 51.4%، كمال كليتشدارأوغلو 41.8%، محرم إنجي 4.6%، سينان أوان 2.2%. ووفقا لهذه النتائج، سألت أريدا المشاركين أيضا لمن سيصوتون في حال انتقال الانتخابات إلى الجولة الثانية، وفي هذه الحالة كانت معدلات التصويت على النحو التالي: رجب طيب أردوغان 53.5%، كمال كليتشدارأوغلو 46.5%. كما أعلن رئيس شركة أريدا عن نسبة الأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب في الانتخابات البرلمانية في بحثه الأخير، وبحسب الاستطلاع الذي انتهى قبل 5 أيام جاءت النسب كالتالي: حزب العدالة والتنمية 41.1%، حزب الشعب الجمهوري 25.4%، حزب الجيد 6.9%، حزب الشعوب الديمقراطي 10.1%، حزب الدولة 3.3%، حزب الوحدة الكبرى 0.4%، حزب الرفاه 1.5%، وحزب النصر 1.1%. ومن الجدير ذكره أن استطلاع شركة أريدا لم يسأل المشاركين عن أحزاب سعادات وديفا والمستقبل، لأنهم مدرجون أصلا في قوائم حزب الشعب الجمهوري.